اتعرضت الفنانة داليا البحيري لهجوم كبير جدا الأيام اللي فاتت بسبب وصف اللاعب المصري أبو تريكة بالإرهابي. والحقيقة تدخل جمهور السوشيال ميديا بسرعة ووصفوا أبو تريكة بالإرهابي. الحقيقة مش بس كده، ده كمان نشروا صور غريبة جدا للفنانة داليا البحيري وظهرت فيها بدون مكياج، وبس الحقيقة كان بسن كبير جدا. الكل سخر من أسطورة، والحقيقة إن الأسطورة دي مش حقيقية لكنها شخصية ست عجوزة قدمتها الفنانة داليا البحيري قبل كده في مسلسل. من ناحية تانية اعتذرت الفنانة داليا البحيري من خلال صفحتها على الفيسبوك للاعب محمد أبو تريكة، وأكدت داليا إنها بتعشقه زي كل الشعب المصري والعربي. من المعروف إن داليا بدأت تحضير الجزء الثالث من مسلسل يوميات زوجة مفروسة. تعالوا مع بعض نشوف البرومو ونرجع لكم.